انت بتنحتم وانت سرحت وانت بتتفرج على اللقطات اللي قدامنا. الاجواء كانت صعبه جدا، وعشان كده كانت الفرحه كبيره، والفرحه كبيره بعد بعد الفوز، مش هقول فوز صعب، البطوله كلها كانت مشوار طويل صعب، لكن في فترات من المباراه وانا بتفرج حسيت ان في فتره عملت تيرن اوت، يعني خلاص روح النادي الاهلي رجعت تاني. انتوا في الملعب حسيتوا دي امتى؟ احنا من الاول من قبل الماتش احنا دايما متعودين ان يوم الماتش ده بيبقى فيه طقوس معينه، صحيان في وقت معين، الغداء في وقت معين، اجتماع في وقت معين. اتكلمنا عنها بالتفصيل يعني، ما احنا لسه احنا غصبا عننا اليوم ده بقى ما كانش فيه ملعب. اي حاجه حصلت، كل حاجه حصلت غلط. زي ما مهيب بيقول بلغونا بموضوع المسحات ده متاخر، فاحنا ولا اتغدينا مع بعض ولا اجتمعنا مع بعض. كل ما بنسمع ان فلان احتمال يبقى ايجابي فبسرعه انت اتعزل على جنب، فاحنا متوترين يعني وتوتر. كله متوتر، مش جو ماتش نهائي ابدا. لحد ما بدا الموضوع بقى ان احنا خلاص نقرب يا جماعه، احنا لا هنلعب الماتش، مفيش اللي موجود هيسد. فبدانا بقى كل واحد يخش في اوضته لوحده، ما حدش يتكلم مع التاني، لحد ما رحنا هناك اتبلغنا ان خلاص اللي موجودين هم الحمد لله سلام وهيلعبوا المباراه. فكابتن اشرف جمعنا هناك كلنا في اوضه اللبس، الكلام هنعمل كذا هنلعب كذا، وزي ما حضرتك قلت هو الترن اللي حصل الحمد لله، يعني يمكن في اخر 6 دقائق في الكوارتر الرابع، يعني قلنا ان احنا تعبنا ما ينفعش يروح على الفاضي، يعني صحيح. احنا تعبنا الماتش الاولاني وربنا ما يعني ما كانش رايد، بس قلنا لا ان احنا لازم نبقى قدها، وفعلا نثبت ان الاهلي بمن حضر زي ما بيقولوا. ده حقيقي، ده حقيقي. بس